بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام نبدا حوارنا مع الاستاذ احمد عباس الكاتب الصحفي اليمني، وبرحب بحضرتك مره ثانيه يا استاذ احمد. وخلينا نبدا يعني من بدايه هذه الدعوه. لماذا جاءت هذه الدعوه في هذا التوقيت تحديدا؟ دعوه الى حراك دبلوماسي مره اخرى، العوده الى طاوله المفاوضات مع الحوثيين. في الحقيقه الحوار التلفزيوني الذي اجراه ولي العهد السعودي الامير سلمان ودعا فيه الى يعني جلوس الحوثيين الى طاوله المفاوضات هو استكمال لمبادره السلام التي قدمتها السعوديه بل المملكه العربيه السعوديه بشكل رسمي على لسان وزير خارجيتها فيصل بن فرحان في 22 من مارس الماضي. وكان رد الحوثي عليها ردا سلبيا على جميع الاصعده، كان رده في البدايه بان ارسل الصواريخ بعد ما قدمت المبادره بسويعات، قام بارسال صواريخ البالستيه والعبثيه على الاعيان المدنيه في المملكه العربيه السعوديه وعلى المدنيين في مدينه مارب التي يقطنها اكثر من 2 مليون يمني. ولنا تجارب كثيره مع الحوثي في الحقيقه من المفاوضات بدءا من 2015 في ديسمبر 2015 مفاوضه جنيف وفشلت بسبب الحوثي وتعنته، ومفاوضه الكويت التي استمرت لمده 3 أشهر وانتهت في اغسطس 2016، وكذلك اتفاق ستوكهولم الذي وقع في نهايه 2018 ولم ينفذ اي بند من بنوده بسبب تعنت الحوثي ورفض اي مبادره سلام. هل ترى انه هذا الحراك الدبلوماسي سياتي اكله لوقف القتال ووقف اطلاق النار؟ لا اعتقد ذلك. كما ذكرت لك لنا تاريخ حافل وطويل مع الحوثيين. لو قلت لك انه وقع مع الحوثي اكثر من 90 اتفاق منذ بدايه 2004 من ظهورهم الاول المشؤوم في 2004 الى 2009 وحروبهم ضد الدوله وخروجاتهم الكثيره منذ ان ظهروا من اول كهف كانوا مختبئين فيه، وقعوا اكثر من 90 اتفاق مع الحكومه وبرعايه امميه واحيانا برعايه اقليميه وبوجهات محليه ولم ينفذ ما ان يجف قبل ان يجف حبر اللي حصل هذه المرة، انه يعني بعد السويعات من طرح هذه الدعوة من قبل يعني الجانب السعودي نرى ان هناك يعني ايضا اتجاه عسكري مرة اخرى اتجاه قاعدة يعني في خميس مشيط. نعم بالضبط الملك خالد. هذا هو ديدن الحوثي ودأبه منذ ان سيطر على العاصمه صنعاء وقام بانقلابه المشهور في 21 سبتمبر من 2014. نحن لا نعول في الداخل اليمني واليمني لا نعول كثيرا على هذه المفاوضات. الحوثي لن يقبل بطاوله المفاوضات الا اذا كسر عسكريا، عندما يكسر ويجبر على العسكريا. اما التعويل على المفاوضات فهذا وهم كبير تعيش به يعني من يطالب. اذا كسر عسكريا طب نرى التحالف العسكري منذ 2015 بقيادة السعودية يعني نحن الآن في حرب متبادلة من الجانبين. صحيح الحرب سجال، والحوثي سيطر بإيران تدعمه بقوة السلاح ويعني سيطر على المناطق اليمنية وعلى يغرر على اليمنيين في المناطق المسيطر عليها اكثر من 20 يمني يقوم باذلاء 20 مليون يمني تحت سيطرته يقوم بتجنيدهم واذلالهم. والسعوديه والتحالف عندما يحارب يراعي المدنيين، لكن الحوثي لا يراعي المدنيين ولا يراعي فوضهم. الان كانت قوات الشرعيه قبل فتره على مشارف صنعاء، على مشارف العاصمه صنعاء، ولكن لاسباب وحسابات يعني غريبه نوعا ما حصلت التقهقر والتراجع هذا الى حدود مدينه مارب. يعني لماذا هذا الرفض يعني القاطع يعني من قبل جانب الحوثيين؟ وهل لديهم شروط للعوده مره اخرى؟ يعني نرى رفض طوال الخط، يعني فين الشروط؟ يعني ليست لديهم شروط، شرطهم الوحيد هو السيطره على اليمن. هذه حركه دينيه ماضويه تدعي الحق الالهي بالحكم، وكما تعرفين كل الحركات الدينية تدعي الحق الإلهي بالحكم. وحتى عندما تفاوض هي تفاوض بشكل تكتيكي وآني لتحقيق مصالحها، كما قلت لك الحوثي ماهر في المفاوضات لكن لتحقيق مصالحه لم يلتزم بأي اتفاق أو أي مفاوضات يعني تمت معه. فلذلك الحوثي هذا لم يقبل إلا إذا سيطر على اليمن، لكن إذا كسر عسكريا سيرغم ويجبر على الجلوس، وعندما يتخلى عن السلاح وينفذ القرارات الدولية ممكن ان يجلس معه ويقبل به كفصيل من الفصائل اليمنيه الموجوده. طب يعني نرى ترحيب من قبل مارتن جريفيث بتصريحات ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بشان وقف اطلاق النار في اليمن. هل يعني هذه التصريحات او هذا الترحيب يؤثر على المشهد في اليمن؟ لا يؤثر. مارتن جريفيث منذ ان عينته الامم المتحده مندوبا للازمه اليمنيه او مبعوثا للازمه اليمنيه وهو يرحب ويندد، لا يقوم باكثر من ذلك.
وعندما حصل اتفاق ستوكهولم عمل بدأب، ويعني كان حرصه حرص شديد ومبالغ فيه على إنقاذ الحوثيين وعدم استلام المدينة من قبل القوات المتواجدة في الساحل الغربي، لكن مع مأرب الآن التي القوات الحوثية يعني تحاول كسرها وتحاول هزيمتها ولن تستطيع إن شاء الله ذلك، لم يصدر إلا الإدانات والحث الحوثيين على عدم التصعيد وما إلى ذلك مما يقوموا به. طب أستاذ أحمد، يعني هل هذا الرفض يعني الأخير من قبل الحوثي لهذه الدعوة له أي علاقة بمفاوضات فيينا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟ نعم، هو في صميم العلاقة. الحوثي أصبح أداة إيرانية. حسن إيرلو الحاكم العسكري الآن ما يسمى بالسفير الإيراني في صنعاء هو الحاكم العسكري، وهو يقود، وهو ضابط في الحرس الثوري الإيراني، هو يقود العمليات العسكرية الآن للحوثيين في مأرب، ويقوم أي أحياء الآن بتثبيت جناح من أجنحة الحوثية اللي هو الجناح الموجود في صعدة، وتصفية بقية الأجنحة التي ليست لها علاقة كبيرة أو وطيدة مع الجانب الإيراني. وإيران تستخدم الحوثي في الحقيقة جزء ورد من المفاوضات، كما سماهم أو سمتهم أحد المسؤولين الإيراني شيعة شوارع. إيران لو خيرت بين الحركات المسلحة الشيعية في العراق وحزب الله والحوثي، أول واحد ستتخلى عنه في الطريق هو الحوثي، لكنها تحاول به أو بدعمه الضغط على المملكة العربية السعودية وتقوية ملفها التفاوضي في ملفها النووي. يعني كثير من مراقب الملف اليمني يرى انه الجانب الحوثي لديه يعني قد يكون هناك شرط، او يقول انه لابد ان يكون هذا عمليا على الارض ب يعني الالتفات او اعطاء اولويه للجانب الانساني ورفع الحصار ما الى ذلك. هذه مزايده، حتى المبعوث الامريكي التي عينته امريكا تيمو ليندر كينغ عندما بعد أن فازت إدارة بايدن في الانتخابات الرئاسية، أول شيء قامت به رفعت اسم الحركة الحوثية من قائمة الإرهاب الأمريكي المصنفة إرهابيين، وهذا أعطى إشارة يعني فهمها الجانب الحوثي فهما عكسيا، وقام بالتصعيد العسكري من يومها، وهو يقوم بحملة عسكرية شرسة ضد مدينة مأرب وضد المدنيين فيها، وأيضا أرسل الصواريخ إلى مدينة خميس مشيط وإلى أبها وإلى جيزان وكل الأعيان المدنية السعودية. وكان السبب سبب غير منطقي، السبب الأمريكي الذي يقدمه به أنهم رفعوا اسمها لأسباب إنسانية، الحوثي ومشرفيه هم من يسيطرون على الإغاثة الإنسانية ويساطرونها ويرسلونها إلى الجبهات لمنتسبيهم. اليمني أكثر من 80% من الشعب اليمني يعيش على الإغاثة، ومع هذا يسرقون منها، يسرقون الإغاثة. المواطن اليمني يعيش في حالة الكفاف الآن، لا يكاد يجد قوت يومه. طب على ذكر الولايات المتحدة الأمريكية، أهمية تأكيد الخارجية الأمريكية على أنه مبعوثها سيسعى إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى يعني جميع أنحاء اليمن، ويبدو هناك دعم، ويبدو أن هناك دعم لوقف إطلاق النار ويعني والعودة إلى الجانب الدبلوماسي مرة أخرى. نعم، هذا هو المبرر الذي ساقته الخارجية الأمريكية عندما قلت لك رفعت اسم الحوثيين أو شطبت اسم الحوثيين من الجامعة الإيرانية، لكن مبرر غير منطقي، لأن الحوثيين يتصرفون بعنف مع الداخل اليمني، وهم الذين يوزعون المساعدات، حتى المنظمات الأممية الموجودة الموظفين معظمهم من أتباع الحوثي. لكن حكاية العودة إلى المفاوضات، الحوثيين أو أول ما أعلن المبعوث الأممي أنه يريد العودة إلى مسار المفاوضات تم رفض بشكل رسمي من قبل الحوثيين. الحل في اليمن يمني يمني دون أي تدخل من أي جهة أخرى؟ هذا الحل لو كان عدينا هذه المرحلة، لو كان يعني هذه بصراحة كلام نظري، لأنه لا بد للإقليم من التدخل وحتى المجتمع الدولي. لو كان الخلاف سياسي بين أحزاب سياسية مدنية تؤمن بالشراكة وتؤمن بالعداء لحلت موضوع اليمن كما حلت مشاكل قضايا كبيرة، لكن قلت لك الآن نحن الآن في صراع مع فصيل ماضوي ديني لا يؤمن إلا بما يريده هو، يقول أنا وكيل الله، يعني سلالة عنصرية تدعي الحق الإلهي في الحكم. كيف يعني يقول لك هذه أوامر إلهية؟ فهو كل يعني ما دون كلامه كله خطأ. لماذا الإصرار على السيطرة على مأرب تحديدا؟ مأرب هي
من أغنى المحافظات اليمنية وتجتمع على المخزون النفطي كبير وكذلك المخزون الغازي، وهي مدخل للمحافظات مدخل للمحافظات الشرقية والجنوبية مثل حضرموت وشبوة، وهي أيضا محافظات غنية بالغاز والنفط. كذلك هناك عقدة من الحوثيين لأنهم المدينة الوحيدة والمحافظة الوحيدة في اليمن التي لم يستطع كسرها ولم يدخلها منذ 2015، استطاع الدخول إلى صنعاء وإلى معظم المدن اليمنية الكبيرة، لكن مأرب لم يستطع الدخول إليها. أيضا هناك عقدة تاريخية تجاه مأرب من قبل الحوثيين، لأنه واحد من الثوار اليمنيين علي نصر القرضعي هو من قام بقتل يحيى حميد الدين أحد الأئمة البائدين، وهو من السلالة التي تدعي الحق الإلهي في اليمن. عندما تسيطر يعني يسيطر الجانب الحوثي على مأرب، كيف سيكون شكل الوضع في اليمن؟ إذا سيطر على مأرب، حتى أنا أقول لك يمني، لو سيطر حتى على المهرة اللي هي آخر الحدود اليمنية في حدود عمان لن نقبل بالحوثي حتى وبسط سيطرته. هذه معركة مصيرية في بيننا وبين الحوثي. اليمن يعني حياة، يعني مسألة حياة أو موت. الحوثي يريد تغيير الهوية اليمنية. أنا أجد في الشارع المصري هنا بعض المصريين يسألني يظن أن الحرب الدائرة في اليمن حرب أهلية، هي ليست كذلك. هذه حرب بين فئة تأتي أو قادمة من مجاهل التاريخ تريد التسيد ومسخ الهوية اليمنية واستيراد مذهب باطني 12 من إيران لا يمت لليمنيين بأي صلة. فالموضوع بالنسبة لليمنيين حياة أو موت، ولن تسقط مأرب إن شاء الله، هذا بنفترض افتراضات بعيدة. يعني عندما نتحدث على أنه الحل يمني يمني، لكن الآن الجانب الإيراني طبعا يعني له يد طولة في هذا الصراع اليمني، نجد أن الخارجية تقول أن نبرة السعودية اختلفت هذه الأيام، وهو أنه جواد ظريف يقول أنه بلاده بترحب بهذه الفكرة، فكرة وقف إطلاق النار، لكن على الأرض كيف ترى هذه العلاقة بين إيران وتصريحات الجانب الإيراني مقابل التصريحات السعودية؟ الجانب الإيراني هو الذي قام في العام 2016 بالإعاز إلى أتباعه باحتلال وإحراق المقرات أو البعثات الدبلوماسية وإحراق البعثات الدبلوماسية السعودية في مدينة مشهد. الإيرانيين هم بدأوا الأزمة ويريدون محاصرة السعودية، يحاصرونها بالفصائل الشيعية الموجودة في العراق وبحزب الله الذي يريد إغراق المملكة العربية السعودية بالمخدرات عبر الفواكه التي كانت تستوردها المملكة العربية السعودية، وسمعنا في الأيام الماضية هذا الكلام، وأوقفت السعودية استيراد الفواكه من لبنان. كذلك تريد محاصرتها بالخاصرة الجنوبية أو يعني بالحوثيين، بحركة الحوثيين في اليمن. فهذا كلام الاستهلاك المحلي والسياسي ليس، لكن على أرض الواقع لا يحدث هذا أبدا. لا يمكن البناء بأي شكل من الأشكال على التصريحات الإيرانية. صحيح، لا يمكن البناء على التصريحات الإيرانية، لأن الإيرانيين حتى في المفاوضات الدولية، لو نرجع للمفاوضات الدولية الآن ثالث جلسة بينهم وبين الأمريكيين والغرب، لم يصلوا إلى أي اتفاق، ولن يصلوا، يعني حتى إذا وصلوا هم يراهنون في الأخير مصالحهم العليا، سيرمون بورقة الحوثي في أي مرحلة. الإيرانيين مصلحة بلدهم هي المصلحة الأولى، والحوثي هي آخر ورقة يمكن أن يراهنوا عليها أو يفاوضوا عليها الإيرانيين. كيف يكون المشهد في يعني الشهور القادمة؟ ونحن نرى أن المملكة العربية السعودية لديها الحقيقة يعني من المبادرات لوقف إطلاق النار، مبادرات للعمران، مبادرات إغاثية، مبادرات تنموية، هذا من الجانب السعودي. لكن على الجانب الآخر نجد أن يعني لا يوجد أي خطوة إلى الأمام من الأطراف الأخرى. الجانب السعودي، السعودية دولة كبيرة في المنطقة ودولة محورية ودولة مسؤولة، وهي تعي ما تقول على عندما تصرح على لسان مسؤوليها، تعي ما تقول والعالم يعرف ذلك. لكن إيران دولة يعني عبثية تريد اللعب بخلط الأوراق في المنطقة وعبر أذرعها الموجودة خربت البلدان العربية في العراق وسوريا ولبنان واليمن. لكن المملكة العربية السعودية اليمنيين لم يجدوا منها إلا الخير. منذ 2015 إلى الآن قدمت السعودية أكثر من 17 مليار دولار على شكل منح غذائية ومساعدات إنسانية وعلى شكل ودائع في البنك المركزي اليمني. السعودية تريد إيقاف الحرب في اليمن، لكن الحوثي لأنه ارتهن للعمالة الأجنبية لإيران يعني ربط مصيره بمصير إيران. حتى لو فقت هذه الشراكة، الحوثي لا يؤمن إلا بما يريده هو، لأنه حركة يعني أنا من وجهة نظري لا يمكن الوصول لحل في اليمن إلا بالقضاء على الأفكار، لا نقول بالقضاء على الأفراد، لكن بالقضاء على الأفكار التي يحملها هؤلاء الأفراد المغرر بهم في اليمن. نعم، يعني أستاذ أحمد،
نتحدث عن هذه النقطة تحديدا، نجد أن جواد ظريف يعني يدعو من مسقط يعني منذ فترة قصيرة إلى حل سياسي. أي حل سياسي لحرب اليمن دلالاته على هذا؟ ونجد زي ما كنا بنقول منذ قليل أنه الجانب السعودي دائما هو الذي يعني يسعى إلى يبادر ويسعى إلى خطوات إلى الأمام لحل هذه الأزمة. يعني دلالات إيه الجانب الإيراني في هذا السؤال؟ أول دلالة أن لمن لا يعرف، نحن لمن نعرف الارتباط الحوثي العضوي بإيران، لكن لمن لا يعرف من العرب أول دلالة على أن الحوثي جزء من الهوية الإيرانية، أصبح مرتبط ارتباط عضوي ارتباط كبير بإيران. فجواد ظريف ذهب إلى مسقط ليملي على وفد الحوثي الموجود في مسقط هناك منذ 3 سنوات الشروط، ويملي عليه ما يريد من هذا. حتى تصريحات جواد ظريف لا يعول عليها، لأنه جواد ظريف التصريحات الحقيقية والذي يدير إيران ليست الخارجية ولا الرئاسة في إيران، الذي يدير إيران هو الحرس الثوري. إذا جاء التصريح عن الحرس الثوري انظروا ماذا يصرحون بالتهديد، وأن البحرين جزء محافظة إيرانية، وأن السعودية يريدون تحرير الحرمين الشريفين، وأن يريدون السيطرة على جنوب البحر الأحمر. هذه الطموحات الحقيقية، هذا هو الصوت الحقيقي المسيطر على إيران. أما جواد ظريف هم يتبادلون الأدوار ليس إلا هو للاستهلاك المحلي ولتجميل صورة النظام الإيراني السيء. نعم، هستأذنك أستاذ أحمد، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حمزة الكمالي وكيل وزارة الشباب اليمني. مساء الخير أستاذ حمزة. مساء النور أختي. نحن نتحدث الآن على دعوة ولي العهد السعودي للحوثيين لوقف إطلاق النار والعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، كيف كان رد فعل الشارع اليمني حول هذه الدعوة؟ لا يوجد يمن لا يريد السلام، لكن نحن نريد سلام مستدام، ليس سلام يعني ضعيف وسلام هش ينتج حروب أخرى. السلام نحن نريد إيقاف الحرب بشكل نهائي، ليس لا نريد إيقاف الحرب لإنتاج حروب. الواقع يقول أن ميليشيا الحوثي حتى هذه اللحظة غير مؤمنة بالسلام، وأن إيران حتى هذه اللحظة ما زالت تستخدم الحوثيين وتستخدم الملف اليمني بمحاولة تحسين شروطها في ملف النووي. هذا أمر معروف، لكن دعوة السلام والقبول بالسلام هو الموقف المبدئي الرئيسي الذي يريدها أي يمني. لكن حقيقة وواقعا نحن نواجه جماعة أيديولوجية راديكالية متطرفة، جماعة لا تؤمن بالسلام وتعتقد بأنها بالعنف والقوة تستطيع أن تحقق أهدافها السياسية. لذلك مهم جدا القبول بدعوة السلام، لكن أهم من ذلك هو التحسن مع من نتعامل. نعم، أن نتحسب ونضع في ذهننا نحن نتعامل مع جماعة لا تؤمن بالسلام، لكن علينا القبول خيار السلام مهم للوصول إلى السلام وفقا لعهد السلام، لكن علينا أن نعمل حسابنا مع الحوثي لا يؤمن بالسلام، وعلينا أن نتعامل وفق هذا المبدأ وأن نجهز بالمعركة حتى آخر لحظة حتى يوم الحوثي السلام فعلا. نعم أستاذ حمزة، كيف يرى أيضا المواطن اليمني يعني الجانب الإنساني؟ يعني نتحدث الآن أنه هناك دائما دعوات من قبل الإدارة الأمريكية في هذا الصدد، والمفروض أن هناك دعم للجانب الإنساني. يعني كيف هو الحال الآن في اليمن؟ الجانب الإنساني مهم جدا عزيزتي، لكن علينا أن نعلم بأن أي أزمة إنسانية هي نتاج من كلام الميليشيا الحوثية على السلطة، عادة وجود الدولة هو الذي تسبب هذه الأزمة الإنسانية. نرى هذه الأزمة الإنسانية بشكل كبير جدا في مناطق السلطة الحوثي، الموظفون بلا رواتب، الناس يعانون معاناة جدا جدا، والأهم من ذلك أنه اليمن لا يجب أن تكون معتمدة على الدعم الإنساني. للأسف الإدارة الأمريكية في هذه اللحظة عندها عدم قدرة على قراءة الملف اليمني، هناك يعني موظفون جدد، هؤلاء يعتقدون بأنهم سيحققون السلام قفزة وأنهم سيحققون إنجاز شخصي، هذا الإنجاز الشخصي أنا أعتقد أنه سينعكس على كل شيء. من أراد أن يعالج الأزمة الإنسانية عليه أن يعالج أسبابها هو غياب الدولة طبعا انقلاب ميليشيا تقريبا، ميليشيا لا تؤمن بالدولة ولا تؤمن بمؤسساتها، ميليشيا تعتقد بأنها تأخذ الضرائب والجمارك وليس عليها تقوم بها، لذلك هذه هي المشكلة الرئيسية وهي التي سببت الأزمة الإنسانية. لذلك لا أتصور أنه دعم إنساني ب 180 دولار أو 300 دولار يمكن أن يعالج الأزمة. الأزمة في اليمن تحتاج عودة مؤسسات الدولة، تحتاج عودة عدالة الاقتصاد، تحتاج عودة الاستثمار، كل هذه تفتيح المجال أمام الناس للعمل ولإعادة حياتهم. أما بطريقة المساعدات والسلة الغذائية لا أعتقد أننا سنصل إلى إنهاء الأزمة الإنسانية، بل بالعكس نحن سنقوي المنظمات الدولية والمنظمات التي
تستهلك 60% الى 70% من هذا الدعم على اساس موازنات تشغيليه، لا اعتقد انها تريد ان تنتهي الازمه في اليمن، يريد ان تستمر الازمه لتستمر هذه الموازنات في الصرف وتستمر الداعمون في دفعها. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ حمزه الكمالي وكيل وزاره الشباب اليمني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من اليمن. يعني لك اي تعليق استاذ احمد على هذه الكلمات من الاستاذ حمزه؟ نعم، ما يقوله الاستاذ الدكتور حمزه كلام صحيح وواقعي، يعني الحوثيون يسيطرون على الإغاثة الدولية ويسيطرون، لا يدفعوا الرواتب من 3 سنوات، يقومون بجبي الضرائب والزكوات، وكل سنة يخترعون وكل فترة بسبب مهرجاناتهم الدينية التي وخزعبلاتهم المستمرة، يقومون بجبي وجمع المال من المواطن اليمني الذي أثقل كاهله بهذه الإتاوات الشبه أسبوعية وشبه شهرية. ماذا يعني قرأت أو كيف قرأت أنه هناك ترحيب من قبل قطر بدعوة الرياض في هذا الإطار؟ والله قطر لنا تاريخ سيء معها بصراحة، يعني في العلاقات منذ ظهور الحوثي من 2004 إلى 2009 في حروبه الست ضد الحكومة اليمنية، كانت قطر تتدخل في أوقات عجيبة وغريبة ومواقيت يعني غرائبية وتنقذ بها الحوثي. كان يقضى على الحوثي في 2007 و2008، وكان حتى في فترة من الفترات جاء أمير قطر بنفسه إلى صنعاء وأقنع الحكومة اليمنية، فهم أنقذوهم أكثر من مرة. لكن نرحب أو نتمنى عودة قطر إلى الصف العربي مع الدول العربية، وأن تعرف أن مصلحتها هو مع الدول العربية وليس مع المشاريع العابرة للحدود وللقارات والمشاريع الإقليمية الغير عربية. لكن هل ترى أن يعني في الفترة الأخيرة أن هناك تحول في شكل الإدارة القطرية تجاه العرب بصفة عامة؟ بعد المصالحة نعم في الظاهر، لكن البواطن هذه تثبتها الأحداث والأيام، ونتمنى أن تستمر كذلك. يعني هل يعني بحديثنا عن إيران أنه هي توظف الأزمة اليمنية لصالحها لخدمة أهدافها النووية؟ طبعا، بالمناسبة اليوم تقرير المخابرات الأمريكية السطر وقال أن إيران أكبر خطر على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، وأثبت أن إيران هي أكبر داعم للحوثي، وهي من تموله بالمعدات والصواريخ البالستية التي يقوم بقصف الأعين المدنية في المملكة العربية السعودية وكذلك المدنيين في اليمن. هذا تقرير المخابرات الأمريكية الذي صدر صباح اليوم أو أمس. فإيران تستخدم الحوثي مثل ما تستخدم حزب الله، مثل ما تستخدم المنظمات الشيعية الموجودة في العراق والمنتشرة لصالح أيديولوجية ولصالح برنامجها النووي، وفي أي لحظة من اللحظات عندما يحرك الكرت الحوثي ستتخلى عنه. الآن يعني زيارة جواد ظريف إلى العراق ثم عمان من بعدها، وناطق باسم الحركة الحوثية بيقول إن دي رسالة واضحة من قبل الجانب الإيراني أو من طهران إلى الأطراف الإقليمية والدولية يعني منغمسة في هذا الملف. أي رسالة؟ نحن نحكم بالواقع. الرسالة التي ذكرت لك مسبقا أنها ذهب جواد ظريف ليملي على محمد عبد السلام في ليته الإملاءات الإيرانية وشروط الحرس الثوري، وماذا يقول للأمريكان، وماذا يرد على المبادرة السعودية. غير ذلك لا نرى شيئا. اما الواقع فهم يصعدون من حملاتهم ضد المارب، وحاولون اكثر يعني جندوا الاطفال وزجوا بهم في المحرقه او المعركه التي يريدون بها اقتحام مارب. لا دلائل، هذا الاشارات كلها للاستهلاك البحري والشو الاعلامي. نعم. طب هل يعني قد يكون للجانب الحوثي شروط كما ذكرنا يعني في بدايه الحلقه، الحصار، فتح مطار صنعاء، الموانئ، يعني هل وقف اطلاق النار باتجاه يعني نعم. المبادرة السعودية التي عرضها وزير الخارجية السعودي وأكد عليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تنص على فتح جزئي لمطار صنعاء للرحلات الدولية المباشرة والرحلات الإقليمية، كذلك على السماح لمختلف أنواع السفن بالدخول إلى ميناء الحديدة البحري ويعني إدخال كافة البضائع. أيضا تنص على أن العائدات ميناء الحديدة توضع في حساب خاص لفرع البنك المركزي، حساب مشترك ويدفع من خلال الرواتب. رفض الحوثي هذا، وكانت الرسائل لهم تأتي عبر البالستي، عبر الصواريخ البالستية التي قصفوا بها مارب والخميس ومدينة أبها السعودية. طب الكلمات الذي يعني أدلى بها الأمير في هذا الخطاب أو هذا اللقاء
كانت فيها وصفت بأنها يعني كلمات يعني ناعمة، وصف العلاقات مع إيران بأنها علاقات طيبة، بأنها إنها دولة جارة. يعني هذه الكلمات هي يعني كيف تراها؟ لماذا استخدم هذه الكلمات؟ هل هناك يعني فكرة أو خطة لعقد يعني أو عودة للمفاوضات مع يعني أو حديث مع الجانب الإيراني بشكل مختلف؟ صحيح، هذه رسائل، يمكن رسائل إيجابية يرسلها لإيران، لأنه محمد الأمير محمد بن سلمان معه مشروع طموح في المملكة العربية السعودية 2030، وضمن الحوار الذي قاله أنه حتى إيران ستنعم يعني إذا قبلت بالسلام في المنطقة، شعبها يعاني، الشعب الإيراني يعاني، لكن في الأخير هذا يظل إشارات سياسية وكلام سياسي، لكن في الواقع الحوثي غير ذلك وإيران غير ذلك. لا تؤمن بهذه، أنا حتى عندما وصف الحوثي بأنه عربي وكذا وكذا، هو كلام يعني أنا متأكد أن الأمير محمد بن سلمان يعرف أن الحوثي لا لم يعد له ولم يعد يمت للعروبة ولا الإسلام بأي صلة ولا ليمنيته، أصبح مرتهنا لإيران بشكل كامل. إذا كانت هذه هي يعني وجهة نظر السعودية تجاه إيران وتجاه الملف اليمني، لماذا كان هذا الخطاب بهذه الطريقة إذن؟ السعودية دولة كبيرة ومسؤولة وترسل إشارات للمجتمع الدولي، حتى لأن الإدارة الأمريكية الأخيرة تحاول فرض شروطها وتقول وتتكلم عن الوضع الإنساني باليمن، وكأن المملكة العربية السعودية والحكومة الشرعية هي المسؤولة عن الوضع الإنساني في اليمن. الوضع ما وصل إليه الوضع الإنساني في اليمن من حالة تردي، سببه الأول هو الانقلاب الحوثي على الدولة وعلى الجمهورية. عندما تعود الدولة إلى ممارسة مهامها ستنتهي وتنتفي كل هذه المبررات الموجودة. يعني انغماس الجانب السعودي في 6 سنوات من يعني الحرب إذا جاز التعبير، هل كان وراء هذا الخطاب أيضا أنه 6 سنوات يعني عدد سنوات طويلة وإنفاق، ويعني أكيد كان هناك تأثير على المملكة؟ السعودية عندما دخلت وحاولت إعادة الشرعية اليمن ودعمتها، هو ليست من باب العواطف فقط أو من باب الجيرة، هو الموضوع الخطر، خطر وجودي على اليمن. إذا سقطت اليمن في البراثن الحوثية والإيرانية، فهذا يشكل خطر، أيضا خطر وجودي على المملكة العربية السعودية. وفي الحقيقة المملكة العربية السعودية هي المستهدفة الأولى وليس اليمن من قبل إيران، ولكن الانغماس والحرب هذه طبيعة الحروب. ماذا نعمل؟ الجانب الإيراني والدولي متخاذل مع الحوثيين، حتى الجانب الدولي والأمريكي، حتى ترامب الذي كان يدعي إدارته أنها يعني كان متهاون مع الجانب الحوثي ومع الجانب الإيراني بشكل كبير، وكانت الضغوطات كلها تمارس على المملكة العربية السعودية ودول التحالف. أين الجماعة العربية من هذا الأمر؟ والله الجامعة العربية حصل فيها انقسام كما قلت لك، يعني جاءت بادرة أمل بعد الاتفاق مع أو المصالحة مع قطر، لكن قبل ذلك كان الانقسام حاصل، والجامعة العربية بصراحة لم يعد لها الدور الفاعل. لكن الدول العربية الكبرى مثل المملكة العربية السعودية ومصر الآن هي التي تقوم بواقف على الدفاع عن الدول العربية الصغيرة. إذا انتهت الدول القومية من أو تعرضت، فهذا يشكل خطر على مصر وعلى المملكة العربية السعودية. أيضا الوطن العربي محاصر بمشاريع إقليمية كبرى، إثيوبيا وإسرائيل وتركيا وإيران، هذه مشاريع كبرى تريد التوسع على حساب الدول العربية. والآن مصر والمملكة العربية السعودية هي قلب محور الصد لهذه المشاريع التوسعية. طبعا على ذكر كلمة الصد، مصر والسعودية كيف يكون دورهم في الفترة القادمة؟ أعتقد أنه دورهم التواصل بينهم على كل الأصعدة مستمر ومتواصل، ودليل على ذلك المواقف التي رأيناهم بعض الدول والتنازلات التي قدمها أردوغان، هذا تدل على أن العمل السعودي المصري المشترك يعني يأتي أو أتى ثماره. لماذا بصفة عامة إذا أردنا أن نضعهم في نقاط، رفض الـ يعني المنقطع النظير الدائم المستمر لكل الدعوات من قبل الجانب السعودي أو من الـ يعني بشكل دولي على يعني بشكل عام، كيف نضعها في نقاط؟ الحوثيين يرفضوا 1 2 3، يعني لماذا يرفض الجانب الحوثي كل هذه الدعوات؟ الجانب الحوثي يرفض كل هذه الدعوات لأنها ستعيده إلى طاولة الحوار، والمفاوضات
هي مستندة على المرجعيات الثلاث. المرجعيات الثلاث هي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وكذلك قرار مجلس الأمن. وقرار مجلس الأمن على ماذا ينص؟ 2216 على تسليم الحوثي للعاصمة صنعاء وتسليم السلاح للدولة والعودة إلى المناطق التي كانوا منها. فمعنى قبول الحوثيين بالسلام أنه نهاية لهم، والشعب اليمني إذا خرج الحوثيين لن يقبل بهم مرة أخرى. فالسلام بالنسبة للحوثيين معناها الموت والنهاية. دائما الجانب الحوثي يعني نمرة واحد في هذه النقاط يقول الجانب السعودي يوقف ضرباته تجاه المناطق الحوثية. طب لماذا يعني الجانب السعودي لا يلعب بهذه النقطة تحديدا؟ لا 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 تضرب الآن الحوثيين هم الذين يشنون الهجوم على مارب والطيران التحالف والطيران السعودي التحالف بالضبط التحالف العربي يدافع عن مارب. لولا هذا الطيران ولولا هذا التحالف لكانت مارب بالحقيقة تم دخولها يعني وانتهاكها. لكن الحوثي لا يقصف المدنيين في هذه، كانت في بداية الحرب حصلت بعض الأخطاء من قبل التحالف العربي، ضربات خاطئة هنا أو هناك، لكن في الحقيقة ما يقصف هو الأهداف العسكرية فقط لا غير. لكن الحوثي يزايد بالحالة الإنسانية على المجتمع الدولي، ولأنه الآن يعني يحاصر ويقوم بإذلال أكثر من 20 مليون يمني يعتبر رهائن في بين يديه. كيف يعني يلعب بهذا الكرت في يعني الجانب الإنساني؟ والسعودية دائما ما هي اللي تقوم بالمبادرات في هذا الاتجاه. صحيح. إيران والحوثيين من ورائهم أو يعني اخترقوا المنظمة الأممية، والمنظمة الأممية العاملة في اليمن معظم موظفيها من الحوثيين، وترفع تقارير غير حقيقية. المواطن اليمني المساعدة قلت لك السعودية لحالها أكثر من 17 مليار دولار ما أنفقته من 2015 الآن، ولكن المواطن اليمني لا يكاد يجد قوت يومه. نحن الآن في رمضان والعائلات اليمنية تعاني يعني 80% من السكان، ولولا المغتربين اليمنيين في السعودية أكثر من 2 مليون ونصف يمني لا أصبحت أكبر مجاعة في التاريخ في المجتمع اليمني للأسف. طب الجانب هذا الجانب الإنساني لماذا يعني لا تتدخل الجهات الدولية في هذا الأمر؟ وده شفناه، لكن ما فيش استمرارية ما فيش متابعة، يعني كيف يكون موقف المجتمع الدولي في هذا الإطار؟ المجتمع الدولي لا يعني لا يعلم حقيقة الوضع، يرى الحرب في اليمن أنها حرب أهلية، وأن الحوثي يعمل على هذه، لديهم من الناشطين والناشطات، والدوائر الإيرانية تلعب، وحزب الله لديه خبرة كبيرة في هذا المجال وتسويق هذه الدعايات. لكن حقيقة الواقع ما يعرفه اليمنيون، وللأسف حتى بعض العرب لا يعرفون ما يجري في اليمن. الحوثي يسيطر على اليمن، الجانب الإنساني هو من يسرق، كما قلت لك أكثر من مرة في هذا الحوار، هو من يسرق المساعدات والمعونات الإنسانية ويذهب بها إلى الجبهات، أيضا يقوم بجبايات وابتزاز المواطن اليمني في كل بيت وفي كل قرية وفي كل مدينة. اليمني أكبر معاناة إنسانية في التاريخ، لكن من سببها الآن كسياسيين نسأل من السبب؟ الحوثي والانقلاب. إذا انتهى الانقلاب ورجع الحوثي مواطن يمني يسلم السلاح للدولة ستختفي كل هذه المعاناة الإنسانية. ليست الدولة السبب ولا الشرعية السبب ولا المملكة العربية السعودية السبب. في الغرب يقول يعني الأزمة الإنسانية يعني لولا الجانب السعودي في هذا الأمر لكان الأمر حصلت مجاعة بالتأكيد. ولو تلاحظي كل الدول اللي أذرع إيران تلعب فيها، سوريا والعراق ولبنان واليمن، كلها منهارة اقتصاديا. إيران ما دخلت في منطقة إلا أنهكتها ودمرتها للأسف الشديد. الشعب اليمني ماذا ينتظر الآن؟ الشعب اليمني يراهن في الأول والأخير على نفسه وعلى المساعدة العربية. العرب لن يتركوا، لأن إذا سقطت اليمن في براثن إيران في هذه المنطقة الخطيرة من العالم جنوب البحر الأحمر، فهذا سيشكل خطر داهم على مصر وعلى السعودية وعلى كل الدول العربية. يعني الموضوع خطير جدا، ولا بد للحكومة اليمنية والحكومة الشرعية من السيطرة على صنعاء والعودة إليها، وحتى أي مفاوضة تكون لازم بد أن تكون تحت هذا البنود وهذه الشروط. دون ذلك فسيكون هراء، اليمنيين سيقاتلون حتى آخر رجل فيهم لاستعادة دولتهم وكرامتهم. الحوثي يقوم الآن بتغيير المناهج اليمنية وتدريس المناهج التي يستوردها من إيران، يقوم بتجريف الهوية اليمنية. شعب عمره 5000 سنة يريد مسخ هويته بشكل في غضون 4 إلى 5 سنوات. فالموضوع يجب على العرب أن يساعدوا اليمن، لأنهم إذا ساعدوا اليمن فهم يساعدون بذلك أنفسهم. هذا التعنت من الجانب الحوثي يعني نراه على طول الخط منذ بداية هذه الأزمة، يعني
يعني ليس هناك أي إرهاصات لحل أو بادرة أمل لحل هذه الأزمة في الوقت القصير القادم؟ لا ليس، هذه جماعة فاشستية مثل هتلر ومثل الفاشية، لا يؤمن إلا بما يريد ويحق ما يريد، حتى لو يعني يحارب ويستمر على طول الخط. أنا من وجهة نظري حتى لو دخلنا يعني في يعني افتراض جدلي أن الحوثي قبل بالمفاوضات تحت الضغوطات الإيرانية وبالمساومة بالملف النووي الإيراني، لكن في الأخير الحوثي ينقض كل الاتفاقات ولن يرضى إلا بما يحققه والسيطرة على اليمن بشكل كامل، وهذا ما لا يرضاه أي مواطن يمني. أنا بشكرك شكر جزيل أستاذ أحمد عباس الكاتب الصحفي اليمني، شكرا جزيلا، والشكر موصول لحضرتكم مشاهدينا الكرام، دمتم في رعاية الله.